أردني للعراق، ينضم معنا عبر الهاتف مراسلنا جابر جمال. أهلا بك جابر، بداية هل لك أن تنقل لنا كيف سارت عملية استقبال الملك الأردني ومن قام باستقباله؟ تفضل. مرحبا إيناس، قبل ساعة من الآن وصل الملك الأردني عبد الله الثاني إلى مطار بغداد الدولي، وكان هناك فخامة رئيس الجمهورية لاستقبال الملك باستقبال رسمي. نتواجد الآن في قصر السلام الجمهوري بانتظار وصول الرئيس الجمهورية وأيضا الملك عبد الله في قصر السلام لإتمام واستكمال المباحثات. يعني من المؤمل أن يتم أو أن تتم مناقشة عدد ملفات، الملف الأمني والملف الاستخباري وأيضا ملفات تجارية واقتصادية بين العراق والأردن. هذه الزيارة هي مكملة لزيارة فخامة رئيس الجمهورية في 15 من تشرين الثاني في العام الماضي للأردن، بتوسيع العلاقات ويعني توطيد العلاقات مع الأردن، وايضا استكمالا يعني سيتم يعني التباحث بشان مذكره التفاهم التي وقعت بين العراق والاردن اثناء زياره رئيس الوزراء الاردني في العام في يعني نهايه العام المنصرم. قضايا يعني اقتصاديه وسياسيه وامنيه ستتم مناقشتها، ونحن بانتظار نتائج يعني الزياره خلال المؤتمر الصحفي الذي من المؤمل ان يتم عقده. نعم جابر، طيب يعني هذه الزيارة جاءت بعد أسبوعين من زيارة رئيس الحكومة الأردنية عمر الرزاز، هل هنالك كان اتفاق بشأن هذه الزيارة أو ما كانت هنالك دعوة من قبل رئيس الجمهورية العراقي لزيارة الملك عبد الله إلى العراق؟ نعم إيناس، يعني بالتأكيد كانت هناك دعوة رسمية موجهة إلى فخامة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح لزيارة الأردن، ومن ثم يعني هناك أيضا يعني زيارة وجه زيارة إلى الملك عبد الله الثاني لزيارة العراق وإتمام ما تمت مناقشته وما تم توقيعه من كما ذكرت يعني سابقا الملفات الاقتصادية والتجارية. تعلمين إيناس، زيارة رئيس الوزراء الأردني يعني تخللت وتكللت أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم تخص إنشاء منطقة صناعية حرة بين العراق والأردن يعني على منفذ إطرابيل الحدودي، وأيضا إعفاء يعني أكثر من 300 سلعة تدخل إلى العراق من قبل الأردن، وأيضا اكمال أو استكمال إجراءات مد الأنبوب النفطي من ميناء من حق الرميلة النفطي في البصرة حتى مرافق حتى مرافق ميناء العقبة الأردني، وأيضا يعني استكمال أو يعني المضي نحو استكمال أو توطين العلاقات الاقتصادية، وأيضا بما يخص فتح منافذ برية يعني سيتم فتح منفذ الكرامة الأردني، وأيضا يعني إيصال العراق وفتح خطوط جديدة للنقل بين العراق والأردن، خطوط برية لتسهيل نقل الشاحنات. نعم نعم. طيب أنت ذكرت أنه أبرز الملفات التي سيناقشها الملك مع المسؤولين العراقيين هي الملفات السياسية والاقتصادية، طيب كم ستستمر هذه الزيارة، كم يوم، وهل جلب معه الملك وفد وزاري أو ما شابه من ذلك؟ نعم ناس، يعني نحن نتواجد في قصر السلام والاستقبال حاليا يتم في مطار بغداد الدولي بانتظار وصول الجانبين الى القصر، الى قصر الرئاسي. لا نعلم يعني حتى اللحظه لا توجد معلومات حول يعني الوفد يعني او حجم الوفد المرافق للملك الاردني، لكن بالتاكيد هناك يعني شخصيات مع يعني الملك الاردني. الزياره حتى الان لم يعني يتم تحديد وقت محدد ل يعني بقاء الملك في العراق، لكن يعني ايناس يعني بالتأكيد سيتم مناقشة هذه الملفات واستكمال ما طرح. يعني سابقا تم توقيع هذه الاتفاقيات، هم اليوم يعني خلال هذا اللقاء وخلال هذا الاجتماع الذي سيحدث اليوم لمتابعة ما توصل إليه الجانبان، ويعني باستكمال الخطوات والإجراءات لتنفيذ الاتفاقية أو المذكرة التي وقعت في الوقت يعني السابق. العراق والأردن يعني يتمتع بعلاقة اقتصادية منذ تسعينيات القرن الماضي، وإن انخفض مستوى التبادل التجاري بين العراق والأردن، لكن هذه الاتفاقية يسعى من خلالها الجانبان إلى تفعيل
الى تفعيل ويعني زياده الاستثمار وزياده التبادل التجاري. نعم. يعني نحو 500 مليون دولار هي صادرات الاردن الى العراق، الاردن يسعى الى رفع هذه الصادرات، وايضا العراق يسعى الى تطوير ويعني تفعيل الاستثمار بشكل حقيقي في العراق من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي. نعم جابر، مراسلنا جابر جمال، شكرا جزيلا لك.